أعزائي المشاهدين، بعد ما شفتوا معنا هذا الروبورتاج ننتقل في برنامجنا اليوم، برنامج الحقيقة تجربة شبابية. معنا اليوم الشاب إبراهيم مصطفى، هيتكلم لنا على تجربته في هذا الميدان وننطلقوا معه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك زميلي، أحيي إبراهيم مصطفى، أحد الشباب الموريتانيين الذين استهواهم العمل في الإعلام. دخلت الإعلام عن هواية ولم يكن تخصصي، درست الاقتصاد لكنني وجدت ذاتي في الإعلام. قول 2005 صافي. شي كان من حيدو ندير واحد القاع انك انت نطلعوك شويه بدون نقولوا مثلا انت مدير مساعد عام القناه القناة الجديدة عندكم مدير شيء سوش. لا نقول انك انت مدير مساعد ولا شيء. لا لا هذا ما غاديش يشوف، لا غادي يشوفوا عندنا. لا لا احنا ندوروا شاب ناجح بمعنى الكلمه. شوف يعني انت تلمح لي تقول لي انت فاشل. ماشي انا ماشي فاشل. شوف عندنا هو عنوان تجربه اعتز بها، لا اعتبر كما تقول انت انها فاشله، واعتبر ان الحكم عليها بالفشل. هو ما قالش هو ماشي هو اللي قالها من نفسه. انا ماشي اللي قلت، الناس حكاو لنا انك انت انسان خلال فاشل. شخصيا انا استطف خديت عليها معلومات من الزملاء من وسط. في واحد قال لك اني انا فاشل، قال لي عنده السيد لا تسولوا في هذا، وانا نبغي في الحلقه هذه نستفد من تجربتك الفاشله. باش ما يكونش عندي حساسيه مثلا، ماشي تجربتك الفاشله مثلا غنقولوا فشلك ولا كاع منها من هذا. شوف خلي الناس دابا ورا بالي الانسان خلاص صاحبي، اوف اضرني في راسي غندبز حدا الناس. خليني انا نقرر شنو بغيت ياك الحلقه انا المسؤول عليها. بدانا من بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم مصطفى الشاب خلي يدوزني لك السؤال ديال الانتاج الفني. الانتاج الفني واخا هو كاع بان ليا ستريس. واخا ابتسم. السيد ابراهيم مصطفى صحفي شهير ومعروف في موريتانيا، مر بتجربه انتاجيه ناجحه هذه المره، يتكلم لنا عليه. لا لا، السبب ما تسميه نجاح في مجال الانتاج ربما كان ما سميته ايضا الفشل في مجال العمل بالاذاعه. تجربتي الانتاجيه كانت بسيطه جدا، لم تتجاوز اقتناء كاميرات. تعطينا مقطع ممكن؟ لا انا ما غنيت واحد منها حتى نعطيك المقطع. احدى قصيده احدى انا شخصيا اغاني تبغيها. الاغاني واحده منها كانت قصيده مشهوره للشاعر الموريتاني الكبير كابر هاشم، تقول كلماتها شنقيط مجد توالى عبر القرون وطالى. اسمح لي قولها بطريقه زينه باش نفهم. يعني انت دور الغني هذا مفاتيح وكل فهمتي. شوف تجربه ما بقاش تحب، خلي السيد يدينا البرنامج. شوف ما تكلمش معايا حدا الناس، انا كاع صاحبي. انا عندي مشكل تو ايكولي مسؤول عنه. انا يا اخي لا وكي دخلك صغار منك كي دخل ديال البرنامج ماشي صغار منك ولا كبار منك، انت غادي دير داكشي اللي قلنا لك حنا وت ايوا اوكي واش غنديرو اخو. قول هو مول الفلوس ومول الفضل مو هو مول الفضل فلوس. ايوا اخو نكملوا، بدانا من هاد تقول كلماتها شنقيط مجد توالى. يا اخي انا ماني مطرب، انا مذيع. انا ماني مطرب، انا مذيع. اقول انا ماني، اسمحوا لي انا ماني مطرب ولكن صحفي. هذا هو نعتذر على التجربه الفاشله ديالي كصحفي، كنت تدروني كمغني جديد. ممكن تلعبوا هذا تلعبوا ما نلعبوا احنا. الشخص اللي كنا منتظرين صراحة ما جاك الشيء، هذا هو اللي أنا كنت منتظر صحفي يعني
تكون فهمتني. ايه وما جاك ما تفتح له الباب يمشي، ماش برقش اصلي دور تلوي دي الواحد اخر. انا ما نبغي نولي الحلقه ديالي تدوز ما فيها حتى شي حاجه، غنستافدوا منك بجميع الطرق. المهم انت جيتي لهنا غنستافدوا منك، واخا كاع دير لنا حتى اشهار للماده المعينه. ها ممكن؟ لا ما ممكن. اشهار الماده دون مقابل. يفهموا على المقابل. لا ما انا نعطوك الفوقيه عاد في كاع 2000 وقيه. عطيني الماده الاشهار هذه. ايه كل ما بعتي كل ما معنا واحد من هذا كنساعدوا باشخاص اخرين اطفال. هاي نقول لك انتم جايين تدجوا والله جايين تهربوا موادنا. انا تقول لك مش تساعدوا الناس ممكن كننصح النساء موريتان يستعملوا هذا حمايه. انا شوف هاي نقول لك انا ندفن على الصحفي الاخر يجيني ونستفدوا منه ك خليني نقول لك شوف انت تبقي تلفن قاعد شيء لا تلفن الصحفي. اخو لا ما تدخلنيش في السياسه. انا ما يندخلك في السياسه، انت تبقي تلفن ليا انا قاعد. انت بعد الشيك هذا بقيمه مليون وقيام ولا 500 مليون. سمعت. ما هو واضح. انا قال لي. ايه خويا انت لماذا تكرر التجربه الصحفيه الفاشله؟ ديجي انا شنو انا قال لي السيد عندك تكلموا على هذه النقطه وانا نبغي نثيرها باش نستافد منها. في واحد يستدعى واحد لاجل يتكلم له عن فشل. لا غير الفشل هذا غنستافد منه. انت مسيري غنديروا مركز تاهيل الناس اللي صحفي حقيقي. خليه يكمل كلامه. ثم ما جيت هوك ما عندكم فاشلين تلوبدوا لا حد فاشل. ها ما هو صحابي هاي ما هو صحابي خليه يشوف السيد مشي صحابي. شوف دابا هو خليه مشي صحابي كإنسان كمنتج. شوف ثاني هذه ماني معدلها. هاي الله كان من الناس جبت شيك وقول لهم انا كنساعد ساعد الناس باش امام الكاميرا يقول لك كنساعد اطفال موريتانيا بهذا الشيك بقيمه 2 مليون رقيه عادي ما تساعدش انسان شيء. هي غير ظهروا نعدلوا انك مثلا يا حبيبي انا ماني خيريه. لا ايوه مش هذا هو اللي بغينا احنا. احنا ممكن نخلصوك اذا جينا اشرار نعطوك مقابل 2000 قيال. 2000 قيال؟ اعطيه 2000 قيال. 2000 قيال لا هو هو ثمن هو فاشل انك فاشل كصحفي هذا هو المقدار اللي نقدروا نعطيو. و اسمعني حبيبي مش صاحبك العاد مصور العاد مخرج يلعب يسكت يخليك تعرف خليني نتكلم انا وياك انت ما تدخلش. شوف سي محمد باختصار باش نربحوا الوقت انا ما بقاش عندي الوقت. شوفوا عيطوا لنا على واحد السيد اخر لو بغيت نستافد منه ك هذا اي الله يطول عمرك. عجبتني الفشل ديالو انا نقدر يقدم قدر هو انه يدير لنا. لا انا شوف ثاني مهما لحقت من الفشل هذه ماني معدلهاش. اه صح اوكي يدير لنا اعتراف انك صحفي فاشل نقول انا كاعتذر غير هذه صعيبة عليه شوية مثلا فشل في مرحلة معينة ولا؟ أنا كنت شفت نقدر ندير دائما ندير شوف حاني السوداء أنت اللي عدت أنا قاعد فاشل أصلا وما زلت فاشل شنو اللي خدمك؟ احنا برنامجنا برنامج الحقيقة التجربة الناجحة والفاشلة للشباب يعني إذا كانت ناجحة شوف أنا صاحبي ما قال لي هو ما في واحدين يبحثوا عن شخص فاشل اذا قال هذا مين قال هذا ماشي هذا هو ماني ناجي انت درك فتجد نستافدوا منك تقول لنا مثلا تجربتي الفاشله كذا كذا وحد فشل وقع له كذا وكذا كذا يمشي يترك الميدان يمشي يقيس مثلا باش ما يعرفوك الناس ممكن تعمل هذا وتقول يجوا بزين كذا اذا ما بصرات ماشي بصرات مارك كبير ما تكبر خليني نقول لك انا ماشي نصرك ياك ندير بصرات ما يعرفني حد. انت غادي تتكلم على تجربه فاشله يعني ما انا تجربه معتز بها فاشله ناجحه انا معتز بها. تكلم لنا على هذا الفشل احنا بغينا غير هذا الفشل. انا ما فشل انا ما فشلت اطلاقا انا قلت لك واعطيني الوقت روح ما هذا
المنتج الكبير حاول المنتج الكبير شنو مشيت؟ عندنا اشهار لا مشي لا حقول لماذا شنو؟ هذا النساء يستعملوا مضاد الشمس. ايوه انا امراه. لا انت انت كشخص معروف هنا. مسحبين النساء وتوخذوا دوليهم هذا مساعده منك كل ما تبعت واحده من هذيك تساعدوا انسان اخر. صافي يلا بسم الله. انا نقول وتجبدوا توخذوا من البواطه ديالو ولكن دير هذا الاشهار ديالو في الاول. ما بديها شوية خلنا صح بيها لا دور دور عكس عكس سي إبراهيم مصطفى مساهم معنا دي اللي دي قولي أنا كان صح النساء أنا كان صح النساء باستعمال هذا المنتوج ضد الشمس كما يقولون تنصح النساء باستخدام هذا المسحوق ضد الشمس ومبيعاته تستثمر في مشاريع خيرية. طب كي عمل تست كي عمل تست على الجد ديالو سمعتك تفتح على الراجل كمل لي وجهه كامل باش نشوف النتيجه من محمد الضيف اللي كيدير هذا الضيف اللي كيدير هذا دير شويه يا سي الضيف ما هو داير هذا محمد استعمل القوه استعمل القوه افتح انا اللي يقول استعمل الخوف خليه عدل عدل شو عدل بالشر عدل بالشر ما يخسر عليك شيء والله تنتكلم معه قول مثلا هذا المنتوج نافع سي حسن هو كنت استعملت المكان راه قلتها له هو هو اللي ما بغاش اصاحبي قول لي انت شويه قول لي انت شويه عندي القوه كم عني ذا هو؟ ديما راك داني ذا قال عاد اسمع المنتج هو يقول يقول لك السيكور ما يقول استعملوا معاك القوة هو المنتج هو كم هو؟ اقلع السلام عليكم يكون راضي يكون راضي اهلا يكون راضي ولا بارفورس؟ ايه بارفورس سني بارفورس يا اخي احنا انا مامور انا نشتغل معاك هذا ايه شفت بعد قال هو قال لي بارفورس نعدي لك بارفورس ايه بطلي هو واحد حكم 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 ايه حتى في وطن دميل انا وجرح الدميل انا تفاجئ انا تفاجئ اني جاي ضيف للقناه شاكر للمشاهدين الكرام شاكر للجماعه اللي وخلوا في الشركه لاني ذاك اللي حد شي مهم جمع معه عن تحرير الفضاء السمعي البصري موريتان فجاه هو اللي جبت لي اني نتكلم للمشاهدين عن فشل ياك استفادوا منه فعلا اني حكمتني شخصي مايكي قاعد اشترك